مش الناس الكل يصير لهم معناتها لا بريز دو كونسيونس باش يخدم على لي تكنيك ديفلوبي اي لي ابروش ديفلوبي بور arriver à maîtriser les dimensions tahiyat wal kull kima qult enti fama nas يقول لك كيفاش نعمل باش نجم au quotidien au moins je gère mon stress نجم نعيش normal. انا متا شبي. Je suis coach en développement personnel, conseiller en réaction émotionnelle et surtout, je suis spécialisé dans le subconscient. Le développement personnel, ce n'est pas académique, c'est généralement des formations. On a dit en 2006 avec les formations en programmation neurolinguistique, bad intelligence émotionnelle, bad dites normes des formations fait tout ce qui est énergie, thérapie par l'énergie, reiki, hypnose. انا حسب رايي مش كان لي فورماسيون هما اللي يخلي واحد ينجم يعاون الناس ولا ينجم يلقى ان موديل نتاعو اللي ينجم يعاون به الناس فاسيلمون. انا نسمي هذا اكثر للموتيفاسيون اي لونجاجمون مع روحك اي سورتو لا براتيك. En 2005, عشت une dépression. ما عرفتش علاش كيفاش سيتي كانوا فما دي زيفينمون صعب شويه مي كنت ما نقولش ما نحكيش معناتها جيساي دو نحاول نظهر روحي نورمال قدام العباد وكل شيء. ابارتيغ دو 2011 صاروا لي شونجمون الكبار في حياتي في الديمونسيون بروفيسيونيل وكل شيء. عاودت طحت دون ان ايتا ايموسيونيل صعيب شويه. وقتها فهمت اللي انا اللي عملته الكل افيك لي فورماسيون هذوما اللي صغير روحي جي ايفولوي. فهمت اللي انا جي ان فيت جي رفولي هربت من لي زيموسيون دونك كبتهم وفقت اللي كل شيء موجود دون لا ميموار معناتها ما تنحى شيء. فهمت بدا يظهر على صحتي ظهروا عندي رابيدمون في ظرف عامين هكا تقريب 4 مالادي ولا 5 مالادي كرونيك دونك الطبيب اللي تمشي له يقول لك ستريس وانا كوم شوي انتريسي معناتها ديما نحب جو ديكوفر علاش وراء ليموسيون ستريس دونك سي ايموسيون. Donc, à un certain moment, on s'est mis à l'ogia, on s'est mis à des douleurs insupportables. Et là, je me suis mis dans le temps, je me suis dit que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Je me suis dit que j'essaie de dire que ma positive attitude ou quelque chose. وليت نعمل دي ريشيرش وحدي مع روحي. وقتها جو مسوي انتيريسي او سوبكونسيون خاطر باك لي دولور اللي كانوا عندي والامراض ما كنتش نجم نحكم فيهم بالكل ميم حتى افيك دي تريتمون معناتها بديت نشوف اللي وقت اللي نبدا سافا معناتها عامل جو كل لا دولور تتنحى اي وقت اللي نبدا نخمم في المشاكل وكل شيء تزيد. فهمت سا كوانسيد ديما هكا دونك بديت جو في لو ليان اونتر لي دو. Et au bout de, j'ai appliqué toutes les connaissances de Amal Tumkul, toutes les approches, j'ai rabat des centaines de techniques, hatalin qit les meilleures techniques li chouma. Yana ou menhom houma, donc tawarthom chouya, hasb l'état mtaعي yana. Donc وصلت au bout de 4 mois, من الاول بديت تحكمت في الوجيعة. Donc ماعادش نحسها كيما قبل. ومن بعد كاريمون وصلت لي او بو دو 4 ولا 5 موا لي مالادي الكل ال سون ديسباري كاريمون. فما 5 بيرسوناليتي ديفيرونت في العباد في العالم الكل عند دي بورسونتاج دو 20 دونك كل واحد عنده اون كاباسيتي بيان بريسيز à refouler ou femme année c'est vrai mais il faut des activités qui traînent la charge émotionnelle t'ouvres fait حاجة أخرى. Par exemple abd nervosique qui se met en colère rapidement fait l'embouteillage ou quelque chose quand tu lui dis tu as fait ça à cause de la peur il te dit non je suis peur tu es le contraire alors que lui c'est peur de quelque chose qui peut arriver. صارت اون انتربريتاسيون او نيفو دو سوبكونسيون نتاعو اللي هو ما عندوش اكسي ليها لانفورماسيون هذايا ولا لا كرويونس اي يل رياجي اوتوماتيكمون دونك بدنو يل رياجي افيك لا رياكسيون ايموسيونيل اللي هي شيميك هرمونال
et يتعدى هو للاكسيون ديريكتومون من غير ما يعمل اون بوز يشوف روحه منيش خايف مثلا هو الى انتربريتي الحاجه هذيك مانك دو ريسبي دونك هو خايف من مانك دو ريسبي هذاك علاش عمل لا رياكسيون هذيك وفما ناس يمشيو في العكس في الفويت اليوم يتيحوا دون لا ديسيبسيون ولا دون لو غفولمون سورتو الكومبريونسيون اللي عندنا احنا ماهيش هي بيدها اللي او نيفو سوبكونسيون اغلب الناس في الدنيا قاعدين يعملوا في الديفلوبمون بيرسونيل نيجاتيف من غير ما يفيقوا خاطر وقت اللي تخمم في حاجه مخوفتك تخمم فيها اش فما لانفورماسيون اللي هي لا بونسي ولا الحاجات اللي تسمعهم لي زانفورماسيون فما معاهم ايموسيون دونك تقعد انت عام كامل وانت تعمل ديزافيرماسيون انا باش ننجح انا باش تعشنو انا ما نخافش انا pour le subconscient اي انفورماسيون تعاودت يردها اوتوماتيزم اوتوماتيكمون ما يفرقش هو بين الباهي والخايب دونك سي pour nous éviter le danger au cas اذا كان ما فماش ايموسيون بوزيتيف معناتها سي دي انفورماسيون انوتيل pour le subconscient وقت اللي تفهم لو بروسيسوس هذا ساهل برشا باش تعمل العكس